السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء كتير اشتكوا من عدم وضوح الصوت في فيديو نهر دجلة والفرات، وزي ما وعدتهم إني هنزل فيديو تاني هنتكلم فيه بشكل أوضح عن مسار نهر دجلة والفرات من المنبع حتى المصب، وإيه هي المخاطر اللي بتهدد نهر الفرات، وهل من علامات الساعة جفاف نهر الفرات؟ أهلا بكم. ينبع نهر دجلة والفرات من مصدرين مختلفين في شرق دولة تركيا، وبعد خروجهم من تركيا بيتجهوا إلى ناحية الشمال إلى سوريا ثم العراق حتى يصلوا إلى الخليج العربي. وبشكل عام يسير نهر دجلة ونهر الفرات بمسارين متوازيين في قلب الشرق الأوسط، وتعرف المنطقة السفلية منها باسم بلاد ما بين النهرين التي كانت مهدا لأحد الحضارات القديمة، ويوفر النهران المياه اللازمة للري وخصوبة الأرض، ويعيش معظم سكان العراق في هذه المنطقة. وتقع بغداد أكبر مدن العراق وعاصمتها على نهر دجلة. يقع نهر دجلة في الجهة الغربية من قارة آسيا، ويبلغ طوله حوالي 1850 كيلومتر، ويمر على 3 دول: تركيا بلد المنبع، ثم سوريا، ثم العراق. ينبع نهر دجلة من بحيرة اسمها هازار، موجودة في جبال توروس جنوب هضبة الأناضول في تركيا، وهي بحيرة عملاقة طولها 22.5 كيلومتر وعرضها 6 كيلومتر تقريبا. يتجه نهر دجلة نحو الشرق داخل الأراضي التركية مخترقا هضبة الأناضول، وهي منطقة تشتهر بالأمطار الكثيفة، وبكده بيكون قطع مسافة 400 كيلومتر داخل تركيا. بعد ما بيغادر تركيا يدخل الأراضي السورية ويمر بمدينة المالكية بمسافة 43.5 كيلومتر تقريبا، ثم يدخل بعد ذلك الأراضي العراقية بطول 1400 كيلومتر عند قرية في شخبور، وعند وصوله إلى مدينة الكوت العراقية يتفرع إلى فرعين هما نهر الغرافة ونهر الدجيلة، ويسير في مساره حتى يلتقي بشقيقه نهر الفرات في مدينة الكرنة، وهي مدينة تتبع محافظة البصرة داخل العراق ليشكل معا شط العرب في الطرف الجنوبي الشرقي من العراق، والذي يصب في النهاية في الخليج العربي. وبكده بيكون مر على 9 مدن داخل العراق هم الموصل، بيجي، تكريت، ساموراء، بغداد، الكوت، المدائن، العمارة، القرنة. يوجد 5 روافد لنهر دجلة داخل الأراضي العراقية: الرافد الأول نهر الخابور، والرافد الثاني نهر الزاب الكبير، والرافد الثالث نهر الزاب الصغير، والرافد الرابع النهر العظيم، والرافد الخامس نهر ديالي. هذه الروافد تغذي نهر دجلة بثلثي مياه النهر، أما الثلث الآخر فيأتي من تركيا. كما يتم استخدام المياه في توليد الطاقة الكهربائية بالقوة المائية في السدود المقامة على طول النهر في العراق، وأهمها سد الموصل. نهر الفرات. نهر الفرات من أشهر أنهار الشرق الأوسط وأطول نهر في جنوب غرب آسيا، طوله 2940 كيلومتر. يمر نهر الفرات على 3 دول: تركيا بلد المنبع، ثم سوريا، ثم العراق. ويتكون نهر الفرات من خلال هطول الأمطار وذوبان الثلوج التي تزيد خلال شهر إبريل ومايو، كما تنخفض مياه نهر الفرات خلال الصيف والخريف. ينبع نهر الفرات من منبعين: المنبع الأول نهر مراد سو، ومنبعه من بحيرة وان. المنبع الثاني نهر وكرة سو، ومنبعه في شمال شرق الأناضول. النهران يجريان باتجاه الغرب حتى يلتقيان في نقطة واحدة جنوبا مخترقا سلسلة جبال توروس الجنوبية التركية، ثم يجري النهر إلى الجنوب الشرقي في دولة تركيا، ويمر داخل تركيا بطول 1176 كيلومتر، ويمر بداخلها على 4 مدن تركية. وبعد مغادرة نهر الفرات الأراضي التركية يدخل الأراضي السورية عند مدينة جرابلس،
وفي سوريا ينضم إليه نهر البليخ ونهر الخابور، ثم يمر في محافظة الرقة ويتجه بعدها إلى محافظة دير الزور، ويخرج من الأراضي السورية من مدينة البكمال، وبكده يكون قطع مسافة 610 كيلومتر داخل الأراضي السورية، ويجري في مساره حتى يصل إلى الأراضي العراقية، ويدخل عند مدينة القائم في محافظة الأنبار، ثم إلى بابل، ثم إلى كربلاء، ويسير في مساره حتى يصل إلى النجف والديوانية والسماوة والناصرية، حتى يلتقي بشقيقه نهر دجلة في مدينة القرنة ليشكل معا شط العرب، والذي يصب في النهاية في الخليج العربي، وبكده يكون قطع 1160 كيلومتر تقريبا داخل الأراضي العراقية. لجأت الدول الثلاثة إلى بناء السدود على مجرى نهر الفرات لتوليد الكهرباء واستصلاح الأراضي. تركيا لوحدها بنت 22 سد على نهر الفرات و19 محطة لتوليد الكهرباء. أكبر السدود التركية هو سد أتاتورك وسد كيبان. سد أتاتورك تم بناؤه على مسافة قريبة من الحدود التركية السورية، ويحجز خلفه بحيرة صناعية كبيرة تصل مساحتها إلى 817 كيلومتر مربع. أما سد كيبان فهو ثاني أكبر السدود في تركيا، يحجز خلفه بحيرة صناعية بمساحة 675 كيلومتر مربع. أما في سوريا فبنت خمس سدود على نهر الفرات، أكبرهم سد الفرات أو سد الثورة، يحجز خلفه بحيرة صناعية كبيرة اسمها بحيرة الأسد، تقع في محافظة الرقة، ويحجز كمية من المياه تصل إلى 11.6 مليار كيلومتر. أما العراق فبنت سبع سدود على نهر الفرات، أهمها سد حديثة. تم ذكر نهر الفرات في الديانتين المسيحية والإسلامية. في المسيحية جاء في سفر التكوين إن الفرات نهر من أنهار الجنة، وبعد ذلك تم ذكره في الديانة الإسلامية حديث صحيح في صحيح مسلم أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرغم من الأهمية الكبيرة اللي بيحتلها نهر الفرات في الشرق الأوسط، إلا إنه بيواجه مشاكل كتير جدا، منها الإهمال والتلوث الناجم عن تحويل مياه الصرف الصحي للنهر، أدى إلى زيادة الأمراض وتحول التربة الخصبة إلى أراضي قاحلة وجافة. وفي ربيع سنة 2021 ظهرت صور مأساوية على وسائل التواصل الاجتماعي لنهر الفرات، أظهرت انخفاض النهر بشكل ملحوظ، وده بيهدد السدود المقامة على النهر من التوقف. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود اتفاقية موقعة بين سوريا وتركيا عام 1987 تلزم تركيا بإطلاق 500 متر مكعب في الثانية لسوريا والعراق، وأفاد بأن منسوب نهر الفرات انخفض بمعدل 5 أمتار لأول مرة في التاريخ، وده بسبب حجب تركيا 300 متر مكعب من مياه النهر في الثانية الواحدة، بحيث أصبح نسبة المياه التي تصل إلى سوريا والعراق لا تتجاوز 200 متر مكعب في الثانية، وحذر من كارثة وشيكة تهدد حياة أكثر من 3 ملايين سوري يعتمدون على النهر في الشرب والكهرباء والري. في 25 أغسطس 2021 نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صور لبحيرة الأسد وسد تشرين وسد الطبقة في سوريا، توضح بانخفاض ملحوظ في مستوى مياه نهر دجلة والفرات، وده معناه ان للأسف المنطقة دخل على موجات من الجفاف. وجاء الرد الصادم من الدبلوماسية التركية، قال ان تركيا لم ولن تقم بخفض نسبة تدفق المياه ابدا، وافاد بان المنطقة
نهر الفرات سينحصر عن جبل من ذهب في آخر الزمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.